بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي نستضيف فيه فضيلة الأستاذ محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان. فضيلة الأمين العام، مرحبا بكم. بارك الله فيكم. مرت 6 سنوات على خروج أبناء الشعب المغربي مطالبين بحقوقهم إبان ما عرف بالربيع العربي. 6 سنوات عرفت أزمات واحتجاجات على جل المستويات وفي كافة المناطق. ما هي قراءتكم للمشهد العام الذي يعيشه المغرب الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. في البداية أبارك لكم ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر المعظم المبارك. سألوا عز وجل أن يجعله شهر رحمتين وفتحين وبركتين ونصرين لنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المغرب على فبهات بركان، يتحدثون عن التغيير في ظل الاستقرار. الاستقرار لا يكون إلا بالعدل، العدل هو أساس الملك. ومن طبيعة الضغط أن يولد الانفجار. في المغرب ما زال يعيش نظاما مستبدا، جمع السلط كلها في يده ولم يعطي للأحزاب إلا ما يصد به الرمق كما يقال. على المستوى السياسي يعني هناك ظلم وهناك استبداد باد في جميع مجالات الحياة. على المستوى الاقتصادي الثروة استحوذ عليها النظام، هناك ثروات مهربة والمشاريع الاقتصادية معظمها يستحوذ عليها النظام ولا يريد أن ينافسه أحد فيها، احتكرها بمجملها، الشيء الذي نتج عنه الفقر المدقع ونتجت عنه البطالة التي تمتد في كل أرجاء المغرب ونتجت عنه الفوارق الاجتماعية. هناك من يفترش الثراء ويلتحف بالسماء، وهناك من يمتلك يعني أكثر من 90% من ثروات المغرب. على مستوى الاجتماعي الأمر أدهى وأمر، يعني سياسة التمييع نتج عنها الأمور مهولة جدا. فهناك الدعارة التي تنتشر وخصوصا في المدن الساحلية مثل الدار البيضاء وأكادير، وهناك عصابات تصدر هذه الدعارة إلى الخارج. يعني هناك عصابات تتاجر بأعراض النساء، هناك سياحة جنسية في المغرب. على المستوى يعني الأخلاقي هناك تدمير للأسرة. إذن على المستوى الحقوقي هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. الصحافة مكممة الأفواه، الجمعيات ممنوعة، إلا لا يسمح إلا لمن سايرت يعني النظام وحاشية النظام. القمع للمظاهرات بشكل وحشي أحيانا، فهناك وضع يعني مزري جدا على جميع مستويات الحياة الاجتماعية. هذا الوضع كيف وصل إلى هذا الحد؟ يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يصل المغرب إلى كل هذه الأمور التي ذكرتموها؟ يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. عندما تجتمع السلطة والثروة في يد واحد فهناك المفسدة المطلقة. أصل الداء هو الاستبداد، هو استئثار بالحكم. فإذا أضيف إلى هذا الاستبداد احتواش الثروة، إذن فانتظر جميع المآسي وجميع الكوارث التي تهلك الأمة وتؤدي إلى خراب المجتمع. وماذا عن المعارضين؟ يعني وسط هذا الاستبداد وسط هذا التسلط، أين هو أنه موقع المعارضة؟ يعني الناس الذين يعارضون هذا الوضع. المعارضة لا صوت لها، هي مقموعة وهي لا يسمح لها، و
ولا تأخذ حظها من الإعلام الرسمي لتقول كلمتها ولتبدي رأيها وليكون لها مشاركة فيما يجري في الواقع، كما هو شأن الديمقراطيات في العالم كله. فالديمقراطية عندنا هي الواجهة للعالم الخارجي، نقول من خلال هذه الواجهة: أيها العالم تعالوا لتثمروا أموالكم، أيتها الأملاك أقرضوا فولنا، فنحن نعيش الاستقرار ونحن عندنا ديمقراطية. أما ما يمارس داخليا فهو التعليمات لا أقل ولا أكثر. في هذا السياق، يعني الدولة والكثير من الفرقاء السياسيين يتحدثون عن أن المغرب شهد تغييرا حقيقيا بعد دستور 2011، بعد خروج المغاربة إلى الشارع في الربيع العربي، وكذلك حتى بعض المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية تتحدث عن أن المغرب فعلا يحدث فيه تغيير حقيقي، وهو ما يذهب إلى حد ما إلى حد التناقض مع ما وصفتموه. إذن أين تتجلى الحقيقة هنا في هذا الأمر؟ دستور 2011 لم ينبع من إرادة سياسية حقيقية تريد الإصلاح وتريد التغيير وتريد النسيان الماضي واستئناف حياة جدية صادقة مع الشعب، وإنما جاء للالتفاف حول مطالب الشعب لإنهاء حركة 20 فبراير. فجاء هذا الدستور الممنوح، جاء كسابقته من الدستور، لم يتغير فيه إلا الشكل أما المضمون فما زال هو. فهذا الدستور يجمع معظم السلطات يضعها في يد الملك، وأعطى بعض السلطات للحكومة لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن فهذا الدستور الممنوح لا يلبي طلبات الشعب. الدستور المطلوب هو وثيقة بين الحاكم والمحكوم، وأن ينبع من لجنة تمثل الأمة لتضع لتحدد العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم، على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس تحديد السلطات وعلى أساس المصلحة العامة. ما هي في نظركم مميزات الحياة السياسية في ظل دستور 2011؟ يعني بعد 6 سنوات من الدستور كيف كانت الحياة السياسية، يعني من ناحية الفاعلين، من ناحية الشارع، من ناحية مختلف الأطراف؟ الحياة السياسية راكدة عندنا. هناك بالقناة العمل السياسي ظهرت أكثر من 40 حزبا وأكثر من 30 نقابة، وهناك عزوف من قبل الشعب على الأحزاب، والدليل هو الانتخابات، عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات التي جرت. والشعب الآن يحاول أن ينظم نفسه بنفسه عن طريق التنسيقيات، فقد أفرع يده من المؤسسات الرسمية التابعة الخانعة التي ليس لها ما تقدمه لهذا الشعب. على ذكر حراك الشعب في الشارع، يعني الآن لا حديث في المغرب يعلو عن حديث الاحتجاجات في الريف، وهناك حقيقة سؤال يطرح: هل هذه الاحتجاجات تخص فقط منطقة الريف، أم هي جزء من توجه عام لدى المغاربة للاحتجاج وللمطالبة بالحقوق؟ الريف هو بلدي وأرضي، وأنا ولدت في الحسيمة في بني حذيفة، وعشت مآسي كما عاشها إخواني في الريف. بعد خروج إسبانيا، بعد القبض على المجاهد عبد الكريم الخطابي، وبعد أن نال المغرب الاستقلال، كان من المفروض أن تقف الدولة مع أهل الريف، وأن تطالب إسبانيا بأداء تعويضات، وخصوصا على الأسلحة الفتاكة الكيماوية التي تركت آثارا مدمرة سواء في البيئة أو في الإنسان، وما زال الناس يعانون منها. ولعل كثرة أمراض السرطان الظاهرة في تلك المنطقة ما هي إلا نتيجة لهذه السموم ولهذه المواد الكيماوية التي حرب بها أهل الريف.
ولكن مع الأسف بعد الاستقلال وخصوصا في 58 وعشت أنا هذه المرحلة، وكنت ما زلت طفلا، اجتاح الجيش المنطقة كلها وعاث فيها فسادا، أتى على الحرث والنسل، يعني الزروع أحرقت وحوانيت الناس ودكاكين الناس أفرغت محتوياتها، وكل ذلك أخذه الجيش. وثم لم يكتفي النظام بهذا الحد، بل التجأ إلى سياسة تهجير الشباب حتى لا يكون عنصر مشوش. فأول هجرة إلى أوروبا كانت من الريف، يعني في الستينات، ثم غض الطرف عن عشوة الكيف، يعني المخدرات لتكتسح منطقة كلها بعدما كانت محاصرة في منطقة معينة يسجن. الآن يمتد يعني مساحة المزروعات في هذا الحشيش، يعني تقريبا من العرائش إلى الحصيمة. الآن هناك أكثر من 30,000 محكوم عليهم غيابين من مستضعفين. أما أباطرة الحشيش فهم مع الدولة، يعني في وئام، هناك لأن هناك الاستفادة المتبادلة. كانت الصحف يعني لوموند كانت تتحدث عن مصدر الحشيش إلى أوروبا، يعني المراكز الحساسة في الدولة هي التي كانت تصدر هذا الحشيش إلى أوروبا. فمن طبيعة الحال الإنسان الريفي عاش تهميش أكثر من غيره في المناطق أخرى، وتهميش مقصود ومتعمد. مثلا هناك طريق واحد تركتها إسبانيا هي التي كانت تربط تطوان بالحسيمة. المسافة قريبة جدا، يعني أقل من 300 كيلومتر، ولكن لكي تجتازها تحتاج إلى 8 ساعات وسبع ساعات أو أكثر لأجل اجتياز هذه المسافة. أما في الشتاء فقد تقطع الطرق لانهيارات في الطريق. مؤخرا فتحت يعني الطريق أخرى ساحلية، ولكن لا تستطيع أن تفك العزلة على المنطقة. إذن تقولون سيدي أن هذه سياسة مقصودة من طرف الدولة تجاه أبناء الريف. إذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يطرح، لماذا؟ يعني لماذا تخوف الدولة وتعاملها مع أبناء الريف بهذه الطريقة؟ النظام له حساسية تجاه الريف منذ عهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله سبحانه وتعالى عز وجل، فهو يتوجس خيفة من هذه المنطقة، فلذا فتح باب الهجرة إلى الخارج حتى يتخلص من الشباب الذين قد يثورون من جديد مطالبين بحقوقهم. وترك المنطقة تنتشر فيها المخدرات بشكل فاحش وواسع جدا، البنية التحتية مخربة، ليس فيها ما ينفع المواطن. فالناس أمام هذا الوضع لابد من أن يحصل هناك الانفجار. فكان هذا الحراك الآن في عمره 6 أشهر فأكثر، فلا يمكن معالجته بالطريقة الأمنية. الطريقة الأمنية لا تزيد النار إلا اشتعالا، ولا تزيد الحراك إلا اتساعا. فلا بد من أن تنزل الدولة إلى الشعب وتلبي رغباته ومتطلباته البسيطة، والذي ليس له مطالب تعجيزية، وليس أبناء الريف وحدهم، ولكن أبناء المغرب كلهم يعيشون أوضاع مزرية. فلا بد من أن ينالوا حقهم من الثروة، وأن ينالوا حقهم من الحرية، وأن يعيشوا بعزة وبكرامة. نعم. بالتزامن مع احتجاجات الريف هناك تضامن وحراك في مجموعة من المدن، هل تظنون أن الحراك في الريف يعني يلهم باقي المدن؟ هل سينتقل الحراك إلى باقي مدن المغرب، أم هو فقط تضامن في إطار ما عرف على المغرب من التضامن؟ الكل يعاني، كل مناطق تعاني. على كل حال هناك غيظ وغضب واحتقان داخلي ينتظر من يأخذ المبادرة ومن يشعل عود الثقاب.
في الشرارة ستمتد إلى مناطق المغرب إذا لم يتدارك العقلاء يعني هذا الوضع وينزلون إلى الشعب ويلبون رغباته ومتطلباته ويشاركونه في آلامهم وأمالهم، فالدائرة الاحتجاج ستتوسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عاقبتها خيرا، ونسأل الله تعالى أن تبقى سلمية، وإن كان الذي يخالف هذه السلمية هي الدولة. وما لو ترك الحراك لشأنه فكان الشباب هم الذين يحمون ممتلكات الدولة ويحمون الممتلكات العامة في المناطق كلها وليس في الريف وحده. ذكرتم استفزازات السلطة، ربما قد يكون حادث الجمعة، ما يعرف بحادث الجمعة المعروفة في الحسيمة، كانت بداية لحملة الاعتقالات واسعة في صفوف المناضلين والشباب في الريف. استغلال وزارة الأوقاف لخطب الجمعة من أجل تمرير خطاب يدعو إلى الوقوف في وجه المناضلين والحراك ووصفهم بالفتنة، كان أثار ضجة كبيرة في الأوساط في المغرب. نعم. كيف تعلقون على هذا الأمر؟ نعم، في الوقت الذي تنادي الدولة بعدم تسييس الدين، فنرى أنها هي التي تسييس الدين وتحنطه وتقولبه في الأشكال التي تريدها هي، ليصبح الدين في خدمة إيديولوجية الدولة. إذا لم يوظف الدين في خدمة إيديولوجية الدولة، فالذي يحمل الإسلام بمفهومه الشاسع والواسع والشمولي فهو يمنع من منابر الدولة ومن كراسي وعظها ومن وكم من واعظ وكم من خطيب منع من في إطار هذه الجماعة، جماعة العدل الإحسان، أحصل أكثر من 200 بين واعظ وبين خطيب من طردوا وحرموا من لا لشيء إلا أنهم يقولون كلمة الحق. أحيانا لا يدخلون لا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يذكرون نصب الله تعالى وبالآخرة وبما يطلب منهم في هذه الحياة الدنيا. ولعل الحدث الأبرز الذي نعيشه في هذه الأيام هو ما يقع في ولاد الشيخ في قلعة سراغنة، قرية آمنة مطمئنة لها إمامها كسب ودها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأنه يعلمهم وأبناءهم ونساءهم وينفق على طلبته من ماله الخاص. فأرادت الدولة أن تنحيه عن هذه الوظيفة عن مر الخطابة بدون مبرر، ولكن بحكم أنه أن محبته سكنت قلوب الناس، الآن ربما سبع الجمعات والجمعة عندهم معطلة. من الذي عطلها؟ الدولة هي التي عطلتها، في حين أنها تتهمه الزفزافي يطلق الله صراحه. فمن يعطل الجمعة؟ سبع جمعات معطلة. اليوم أعطيت الأوامر لسكان القرية ولد الشيخ أن يلتزموا دورهم وأن لا يلتجؤوا إلى المسجد. ما هو ذنبهم؟ ما اقترفوه لتطوق المنطقة كلها بجيوش جرارة؟ فالدولة هي التي توظف الدين لأجل خدمة السياسة. ما معنى أن تعطى للخطب لا توجه سياسي في كما وقع في الدستور، الانتخاب على الدستور أمرت الخطب أن يؤلفوا الناس ليصوتوا بنعم لصالح الدستور. إذن فهذا توظيف للدين لخدمة السياسة. طيب سيدي، وسط كل هذا الحديث عن الوضع السياسي في المغرب، أين هو موقع الجماعة من كل هذا؟ الجماعة جزء من الشعب ومع الشعب وفي مصلحة الشعب. الجماعة مع كل مقهور ومظلوم ومعتدى عليه حتى ينال حقه، لأنها ترفع شعار العدل. الجماعة مع المظلومين، مع الحراك ببياناتها بإعلامها، وأنتم جزء من هذا الإعلام. جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من تغطية لما يجري في الساحة. وأنا لولا مسؤوليتي في هذه الجماعة لكنت في وسط الحراك في الحسيمة، ولكن بحكم
أن الدولة دائما تتهم الجماعة بأنها وراء كل 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 حراك، فتحاشيت أن أذهب لأشارك إخوتي في هذا الحراك. الجماعة هي في وسط الحراك، نعم نحن لا نتزعم ولا نتصدر له ولا نتصدر الموقف، ولكن نحن مع كل مظلوم ومع كل مقهور ومع كل احتجاج على حق، فنحن معه حتى ينال حقه كاملا غير منقوص. للحديث عن المستقبل شيئا ما، يعني ما هو الأفق الذي تقرؤونه لما يجري الآن في الساحة المغربية؟ اشتد الأزمة تنفرجي، المؤمن لا بد أن يكون متفائلا، وانتظار فرجي عبادة، وهذا الحراك هو أيضا مما يدل على أن الأمة ما زالت حية. عندما يمارس الظلم ولن يعود أحد هناك يستنكره، الأمة تكون قد ماتت وعفى عليها الزمن. فما دام هناك من يقول لا للظلم، لا للفساد، لا للطغيان، لا للاستبداد، فهذا دليل على حياة الأمة. وفي الأثر وفي الحديث النبوي الشريف: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. ولكن المطلوب هو أن يحافظ هذا الحراك على سلميته، والمطلوب كذلك أن يتداعى أهل الخير في هذه الأمة من الفضلاء ومن الصلحاء ومن ذوي الغيرة على البلد، لأجل إنجاز ميثاق الذي ندعو إليه، دعونا ولازلنا ندعو إليه مرارا وتكرارا، إلى ميثاق يوضع النقاط على الحروف لأجل رسم خطة مستقبلية تنقذ البلد من الخراب ومن الدمار، وتضمن العيش الكريم والسليم لأبناء الأمة جميعا. فنرجو أن يستجيب الناس لهذا النداء الملح، وإلا فالوضع قد لا تحمد عقباه فيما يستقبل من الزمن. كلمة أخيرة أريد أن أوجهها للمسؤولين على الخصوص، وفي هذا الشهر المعظم المبارك أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم أولا، لا تتعرضوا لغضب الله وسخطه ونقمته، فإن سالمكم الله في الدنيا فالآخرة تنتظركم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. واتقوا الله في هذه الأمة، وتعالوا جميعا نحن وإياكم ومكونات الشعب كلها لنعلنها في الشهر توبة صادقة تضع حدا فاصلا بين عهد تهنى عن الجادة وعصينا الله سبحانه وتعالى عز وجل. نطوي هذه الصفحة ونستأنف صفحة بيضاء، نعاهد الله سبحانه وتعالى عز وجل أن نكون عبيدا له، وأن نكون إخوة متعاونين متحابين متناصحين. واعلموا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إن الله يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم لم يفلته. اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في شعبكم، واصطلحوا مع الله واصطلحوا مع الشعب. نسأل الله تعالى عز وجل لنا وللمسلمين الهداية والتوفيق جميعا، آمين. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. أستاذ محمد العبادي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى فرصة قابلة بإذن الله.